تصرف. عندك مكان تروحه؟ لسه فاضل لي حته ما اتجرحتش. امان؟ لو كان لسه زي ما انا عارفه يبقى المكان الوحيد اللي ممكن يكون امان. طب هتكلمني امتى؟ ما اعرفش. درويش، هو انت شاكك فيا؟ برضو ما اعرفش. حمد لله على السلامة. تامي. ايه؟ ايه؟ مش فاكرني ولا ايه؟ اه؟ حد برضو يقدر ينسى السجانة شوقي بيه؟ بس انا بقى اللي مستغرب له يعني ان حضرتك لسه فاكرني لحد دلوقتي. إذا كان السجين ما قدرش ينسى سجانه، تفتكر مأمور السجن هينسى مجرم هربان منه؟ هو بس يظهر إن سعادتك بتعزيني شوية، ولا إيه يا حضرة المأمور؟ ولا أقول لسعادتك سعادتي اللواء؟ ما هو أكيد سعادتك برضه قبل المعاش خدت لواء. كان ممكن آخدها قبل كده بكتير لو ما كنتش هربت مني، وأنت كان ممكن تعيش أكتر لو أنت فضلت متضايق، لكن أنت يظهر خميرتك خلصت فغيرت النشاط، بقيت إرهابي كبير. أمال الإرهاب دلوقتي بيكسب أكتر، مش كده ولا إيه يا درويش؟ سعادتك عارف ومتأكد إن أنا مش درويش، ومتأكد كمان إنك جيت في مكان يخص واحد تاني. أنت اللي اخترت درويش. اللي هرب مني زمان كان درويش، واللي هيرجع السجن وهتتلف المشنقه حوالين رقبته هو برضه درويش. يعني الداخليه وصلت له قبلك؟ لا يا باشا، لا مش داخليه خالص، بس شويه عيال ولاد حرام عارفين شغلهم كويس، داخلين على الراجل زينا بالظبط. مين بعيدهم؟ لحد دلوقتي معرفش يا باشا، بس اكيد هعرف لك. بس انا لسه تحت ايدي نمره مهر الدغش ومكالمه تليفون واحده للواد بتاع الاتصالات، هيقدر يقول لي هو فين وهجيبه لك من رقبته. احمد ربنا ان رقبتك انت لسه في اكتافك، ما دام في حد تاني يبقى لازم نهدى لحد ما نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام ساعتك. انت هتفضل بص في التقرير بتاع الواد من الشرطه ده للصبح؟ ما قالك يا ابني طلق ناري على الرأس؟ مفيش أثر للمقاومة، يعني أمين شرطة متثبت في خرابه من واحد مرفعه بمسدس من مسافة قريبة جدا. ايه، ما كانش حتى قادر يدافع عن نفسه؟ عادي، هتلاقيه يعني عشان مسك طرف خيط بتاع واحد إرهابي، دي تبع أي منظمة ولا حاجة. تنظيم ايه بس يا عم؟ أنا عارف يا أشرف، دي تبع أي جهة زفت أجنبية ولا حاجة. كل ده عشان بيحاولوا يحموا واحد ارهابي هربان بقاله 20 سنة وحاول يقتل وزيره. ده لو كان امير بتاعه ما كانوش عملوا فيه كده. انا تعبت، ده حاسس ان دماغي هتنفجر. ماله شغل المطار؟ الدنيا زي الفل واخر دلع. وهاي سير ويلكم تو ايجيبت. ولما كانت تغمق قوي يعني بتبقى درش ونرش وجيهان 18 ميز كول. ايه ده؟ طب قالك قد ايه ما روحتش؟ مش عارف يا اشرف، مش عارف. طب يلا قوم قوم. قوم على فين؟ قوم يا عم، هنريح شويه ونعمل ريستارت، وبعدين نبقى نرجع نفك القضيه دي ونركبها تاني. انت عايز ترتاح؟ قول الحقيقه. بعيد. اه يا عم انا عايز ارتاح، انا بني ادم على فكره برضه. وبعدين يعني انت ما وحشتكش البيت وامها؟ وحشني السرير، وحشني السرير يا اشرف. ايه ده؟ مراهق بجد ولا ايه؟ اه يا عم. كريم يا ابني، انا هديك اجازه. نازل ايه ده؟ يلا يلا، مش مصدق نفسك انت. انت جاي لي بعد كل العمر ده كله عشان تكرر كلام خيبان بقالك 20 سنة بتقول وعايزني أصدقك؟ معقولة؟ ده مش كلام خيبان يا شوقي باشا، دي الحقيقة.
والله دي الحقيقة. الحقيقة اللي لو سعادتك ولا حد من اللي كانوا بيحققوا معاك صدقها ما كانش بقى ده حالي. يا باشا أنا قصتي بتبدأ وتنتهي عند زهير الملاح. زهير الملاح يا باشا، زهير الملاح يا باشا هو اللي غدر بينا كلنا وخد كل حاجة. زهير الملاح هو اللي ضرب النار من سلاحه على الناس كلها، بس ربنا بقى سبحانه وتعالى مده في عمري. معرفش إذا كان ده حظ كويس ولا حظ نحس. ما أنا اللي شلت الليلة. أنت شلت تمن اللي أنت عملته، ولما تقلت الشيلة حضرتك هربت باسم تاني، وكان متهيألك إن ده هينجدك بقية حياتك. مش كده؟ وديني بقيت قدام سعادتك أهو، مش بس بدفع تمن غلطتي هروب على طول، أنا بعيد عن ابني. غريب غريب وأنا وسط الناس، مسجون شايل على راسي تاريخ أسود لواحد معرفوش، واحد اسمه درويش عبد ربه الكتيان، ومورط على حسه في جرايم ما ارتكبتهاش. هات النبي محمد ما تعيشليش في دور الضحية قوي كده. تأجرمت عارف، ورجلك لو ما كانتش جت في القضية دي كانت هتجي في قضية تاني. سعادة الباشا أنا عارف إني مش ضحية، سعادتك كمان يعني؟ ما أنتش ملاك. أنت كان ممكن سعادتك تقول وأنا وقت ما هربت منك باسم درويش إن سعادتك تقول الحقيقة. تقول إن درويش مات في السجن وإن اللي هرب منك مسجون تاني. بس أنت بقى سعادتك خفت لأنهم بدل ما كانوا هيحاسبوك مرة هيحاسبوك مرتين. مرة على المسجون اللي هارب منك، ومرة على التزوير اللي حصل في سجلاتك، صح؟ تصدق للأسف ممكن تكون دي الغلطة الوحيدة اللي عشت عمري كله ندمان عليها. مكانش لازم أخاف أبدا على اسمي وأقول على كل حاجة، لكن خلاص هي جات الفرصة. عارف إن أنا أصلح غلطتي. هو العمر بقى فيه لسه كتير يا باشا عشان تصلح غلط بغلط، وأنت عارف إنه غلط. غلط يا حبيبي هيتصلح لما يتم القبض عليك وشرف أمي، وهتهرب مني زي المرة اللي فاتت. أبدا عارف أنا ما هربتش من السجن يا شوقي باشا، أنا هربت من الموت اللي سعادتك ما قدرتش تحميني منه وأنا جوه سجنك. كنت عايز أعمل إيه يعني بعد ما زهير بعت لي ناس عشان تصفيني جوه السجن؟ برضه هيقول لي زهير تاني؟ زهير ده كدبة، كدبة أنت اخترعتها بخيالك. اللي أنا حسدتها ولا هترعبك ولا هترعبك من إعدام يا درويش. يا شوقي بيه، يا شوقي بيه ارحمني، حرام عليك. زهير مش وهم، زهير اهو، زهير اهو. زهير اهو بسوقي تحت دراع زهير اليمين، وانا اهو كتفي جنب كتفه. يا ريته كان اتقطع قبل ما يلمسه. امال انت كنت فاهم ايه؟ كنت فاهم ان انا حجيلك لوحدي يا درويش؟ قفل لي الشارع، مش عايز بني ادم يخرج. طالعين عند مين يا باشا؟ مفيش حد ساكن فوق. ادخل جوه يا ابني واقفل الباب. باشا باشا ايه؟ انت كويس؟ لا 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 تمام تمام يا عصام، بس انت الحق قبل ما يهرب منك. ايه راح فين؟ يعني هيكون راح في طلع السطوح. ورا السطوح، خليك مع الباشا.
هات يا ابني. ايوه شاك، حد خرج من عندك؟ ما حدش خرج ولا دخل يا فندم. يبقى لسه موجود هنا، مشطوا المنطقه بيت بيت لحد ما تلاقوه. ملوش اثر. يعني ايه ملوش اثر؟ ركب جناحات وطار. اتفضل عصام. يا عصام يا حبيبي يا عصام، لم الدور لم الدور الله يخليك عشان الموضوع ما يكبرش